الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالآية التي بين أيدينا الكلام عليها قصير، فنعرب الآية التي تليها. عندك يا عبد العزيز العماري: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. منادى، لا لا، الهالة تنبيه. الناس بدل، لحظة، هل الناس مبني أو معرب؟ الظاهر البناء. نعم، لأنه مفرد على من. قد جاءتكم، فاعل ماذا؟ يا أخي أنت في أي مكان؟ لحظة لحظة لحظة، أنت في أي موضع؟ نحن في الآية 57. تفضل. والتتانيث مبني على الفتح، والتتانيث لا ما له. الفعل لا يضاف. الله يفتح عليك. الكاف مفعول به. الجار والمجرور متعلق بماذا؟ صفة لموعظة. متعلق بالشفاء. لحظة، طيب لا بس، والجار والمجرور صفة لرحمة. نعم، قول
لحظة، قل بفضل الله وبرحمته. هل قال عندك أنه خبر لمبتدأ محذوف؟ ذلك بفضل الله وبرحمته. كيف؟ كيف؟ من ماذا؟ سهل، بفضل الله ذاته، ما هو؟ يا أخي ما هو معروف، بفضل الجار والمجرور. كيف؟ دل عليه؟ يحصل الفرح بفضل الله وبرحمته. هل عندكم غير هذا؟ أصل الكلام يفرح بفضل الله ورحمته. طيب، المهم أنها متعلقة بشيء قبل. واصل. فبذلك لا، قل بفضل الله وبرحمته. يظهر أنها سببية، والله أعلم. هل ذكر عندكم في الفائدة شيء آخر؟ واصل. عاطفة. متعلق يفرحوا. فبذلك يفرحوا. الله أعلم. عاطفة إذن. كيف؟ فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا. ما وجه كونها فصيحة؟ يقول فهي طيب لأنها داخل مع الشرط كأنه شيء انفرح بشيء فليخصها بالفرح. انفرح بشيء فليخصها بالفرح، يعني قال فصيحة. فصيحة لأن فيها معنى الشرط. واصل. لا، لام الأمر. لا، يفرح فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. نعم. إيه، واو الجماعة فاعل. هو خير. واصل. هو خير. نعم. والجار والمجرور متعلق بخير. قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.
يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، وأن وعده حق كائن لا محالة، وأنه يحيي ويميت، وإليه مرجعهم، وأنه القادر على ذلك، العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار. نحب أن ننظر ما مناسبة افتتاح الآية بقوله ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ليثبت بعد ذلك أن وعده حق وأنه يحيي ويميت وأنه إليه ترجعون. نعم، فالله عز وجل كرر هذا في القرآن في مواضع كثيرة، أن له ما في السماوات والأرض، أن له ملك السماوات والأرض، وأحيانا يأتي في سياق أنهم كفروا ليثبت غناه، ليثبت غناه وأنه ليس محتاجا إليهم ولا إلى عبادتهم. يقول الله سبحانه وتعالى لله لا إله إلا الله، لله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. يبين أنه حتى ولو كفروا كلهم لا يضر ولا ينقص، فالملك ملكه وهو الغني سبحانه وتعالى عن عبادتهم. فهنا افتتح الآية بملك السماوات والأرض ليثبت لهم أنه المتصرف في ذلك كله وأن وعده حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، وعدم علمهم ليس عذرا لهم على استمرارهم بالكفر، لأنه جهل مقرون بعناد، جهل مقرون بعناد، مقرون بتحدي، مقرون بتكذيب وكفر والعياذ بالله. قال وأنه القادر على ذلك، العالم بما تفرق من الأجسام. لا شك أن الأجسام تتمزق وتتفرق، أين الذين دفنوا قبل آلاف السنين؟ أين رفاتهم؟ أين عظامهم؟ وأين الذي أكلته الديدان؟ وأين الديدان؟ وكيف الذين أكلتهم الوحوش أو أكلتهم الأسماك في البحار، أو الذين احتاقوا فصاروا رمادا، تفرقت أبدانهم، تفرقت أجسامهم، والله يعيد ذلك كله، لا يفوته شيء ولا يذهب عنه شيء. هذا كتاب الشوكاني عليه رحمة الله فتح القدير. يقول وجملة ألا إن لله ما في السماوات والأرض مسوقة لتقرير كمال قدرته، لأن من ملك ما في السماوات والأرض تصرف به كيف يشاء، وغلب
وغلب غير العقلاء لكونهم أكثر المخلوقات. يعني عندما قال ألا إن لله ما في السماوات لم يقل ألا إن لله من في السماوات. نعم، لأن من للعاقل وما لغير العاقل. تقول مثلا أخرجت من في البيت من الرجال، وتقول أخرجت ما في البيت من الغنم، فما لغير العاقل ومن للعاقل. فيقول لماذا قال هنا ألا إن لله ما في السماوات وأتى بما التي هي لغير العاقل؟ قال غلب غير العقلاء لكونهم أكثر المخلوقات. يعني لو جئت تقارن بين المخلوقات من حيوانات وطيور وحشرات وما في البحار فهم أكثر من العقلاء الذين هم بنو آدم والجن لكونهم أكثر المخلوقات. قيل لما ذكر سبحانه افتداء الكفار بما في الأرض لو كان لهم ذلك بين أن الأشياء كلها لله، ليس وليس لهم شيء يتمكنون من الافتداء به. يقول أنتم كفرتم بالله، ولو كان لكم أن تفتدوا بما في الأرض لافتديتم به، لكن ما في الأرض هو ملك لله، فكيف لكم أن تكفروا بالله وتفتدوا من أنفسكم بشيء هو ملك لله؟ لما ذكر سبحانه افتداء الكفار بما في الأرض لو كان لهم ذلك بين أن الأشياء كلها لله وليس لهم شيء يتمكنون من الافتداء به. وقيل لما أقسم على أحقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أين القسم؟ أدري بس كنت أسأل أين القسم؟ انتبهوا. قال لما أقسم على أحقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قل إي وربي. انتبهوا. ولما وقيل لما أقسم على أحقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يصحب ذلك بدليل البرهان البين بأن ما في العالم على اختلاف أنواعه ملكه يتصرف فيه به كيف يشاء. وفي تصدير الجملة بحرف التنبيه تنبيه للغافلين، حرف التنبيه ألا، وإيقاظ للذاهلين، ثم أكد ما سبق بقوله ألا إن وعد الله حق، أي كائن لا محالة وهو عام يندرج فيه ما استعجلوه من العذاب اندراجا أوليا. وتصدير الجملة بحرف التنبيه كما قلنا في التي قبلها مع الدلالة على تحقق مضمون الجملتين. ولكن أكثر الناس أي الكفار لا يعلمون ما فيه صلاحهم فيعملون به، وما فيه من فساد فيجتنبوه. هو يحيي ويميت، يهب الحياة ويسلبها، وإليه ترجعون في الدار الآخرة فيجازي كلا بما يستحقه ويتفضل على من يشاء من عباده. إذن كيف وجهها؟ ألا إن لله ما في السماوات والأرض. لما افتتح الآية بذلك؟ عندك أن يسجد ما في الأرض لو كان لهم ذلك بيّن أن
فكيف سيكفرون به ويفتدون من ملكه؟ فكيف يكفرون بالله ويفتدون من ملك الله عز وجل؟ هذا لا يمكن. خيرا ما الفائدة من الاستفتاح بألا؟ عند من هذا؟ تنبيها للغافلين وإيقاظا للذاهلين. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ينتبهون ويستحضر عقولهم. نعم، هل بقي عندكم شيء؟ أي كتاب من هذا؟ هذا كتاب نظم الدرر في تناسل الآيات والسور. يقول: لما كان السبب الحامل لملوك الدنيا على الكذب والجور والظلم العجز أو طلب التزيد في الملك، أشار إلى تنزهه عن ذلك بقوله مؤكدا سوقا لهم مساق المنكر، لأن فعلهم في عبادة الأصنام فعل من ينكر مضمون الكلام. ألا إن لله، أي الملك الأعظم وحده، ما في السماوات، بدأ بها لعلوها معنى وحسا وعظمتها. ولما كان المقام للغنى عن الظلم لم يحوج الحال إلى تأكيد بإعادة النافي، فقال: والأرض، أي من جوهر وعرض صامت وناطق، فلا شيء خارج عن ملك يحوجه إلى ظلم أو إخلاف وعد لحيازته. والحاصل أنه لا يظلم إلا ناقص الملك، لأنه قال في الآية السابقة: وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فيقول والله عز وجل لا يظلمهم لأن له ملك السماوات والأرض، ولا يظلم إلا العاجز، لا يظلم إلا العاجز. أما الذي قد ملك كل شيء فلا حاجة له إلى أن يظلم. والحاصل أنه لا يظلم إلا ناقص الملك، وأما من له الملك وحده فهو الحكم العدل، لأن جميع الأشياء بالنسبة إليه على حد سواء، ولا يخلف الوعد إلا ناقص القدرة. وأما من له كل شيء ولا يخرج عن قبضته شيء، فهو المحق في الوعد العدل في الحكمة. يعني أن الإنسان، أن الشخص الذي لا يعدل محتاج، نعم، لا، الذي يخلف الوعد، ما أخلف الوعد إلا لنقص فيه، وإلا فما الذي يمنعه أن يفي بالوعد؟ ما الذي يمنعه أن يفي بالوعد؟ فالله عز وجل لأن له ملك السماوات والأرض لا يخلف الوعد، ولا يخلف الوعد إلا ناقص القدرة. وأما من له كل شيء ولا يخرج عن قبضته شيء، فهو المحق في الوعد العدل في الحكمة. وفي الآية زيادة تحسر وتنديم للنفس الظالمة، حيث أخبرت بأن ما تود أن تفتدي به ليس لها منه شيء، ولا تقدر على التوصل إليه، ولو قدرت ما قبل منها، وإنما هو لمن رضي منها بالقليل منه فضلا منه عليها، على ما أمر به على لسان رسله. وعلى هذا فيجوز أن يكون التقدير لو أن لها ذلك لافتدت به، ولكن ليس لها بل لله.
فلما ثبت بذلك حكمه بالعدل وتنزهه عن خلاف الوعد صرح بمضمون ذلك بقوله مؤكدا لإنكارهم: ألا إن وعد الله حق، أي الذي له الكمال كله، حق لأنه تام القدرة والغنى، فلا حامل له على الخلاف. ولكن أكثرهم الذين تدعونهم ويدعون دقة الأفهام وسعة العقول لا يعلمون، أي لا علم لهم، فهم يتدبرون ما نصبنا من الأدلة فلا ينقادون لما أمرنا به من الشريعة، فهم باقون على الجهل معدودون مع البهائم. يعني يقول لو كانوا يعلمون لنظروا إلى الأدلة والبراهين التي بين أيديهم فانتفعوا بها وكانت سببا لهدايتهم. لكن نظروا إلى جميع ما في الكون مما يدل على توحيد الله عز وجل، نظرة البهائم إلى مأكولها ومشروبها وما يريحها دون أن يكون لها نظر فيما هو أكثر من ذلك، فأصبحوا مثل البهائم. أضافنا في هذا البحث فائدة أخرى غير الذي تقدمت، وهو أن الملوك العاجزون الضعفاء احتاجوا إلى الظلم لعجزهم وضعفهم، لكن الله عز وجل وقد قال وهم لا يظلمون، فعقبه بقوله ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لا يظلم لأن له ما في السماوات والأرض، لا مبرر لأن يظلم، لا مبرر لأن يظلم، الملك ملكه والخلق خلقه والعبد عبده وأفعالها كلها وأفعاله كلها عدل لا ظلم فيها. خيرا. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير الآية التي قرأناها قبل: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. الآن إذا قرأت الآية ستتذكر المعاني التي قرأت عليك. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، أي فليس في حاجة إلى ظلم. ألا يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأن وعده حق كائن لا محالة، وما دام أن له ما في السماوات والأرض فلا مبرر لأن يخلف الوعد، إنما يخلف الوعد العاجز الضعيف، وأن وعده حق كائن لا محالة، وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم. نعم، وهذا كله من تفسير قوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض. فالخلق خلقه يعد من يشاء ويتوعد من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، ومرد الجميع إلى الله وإليه ترجعون. إليه سبحانه وتعالى يرجع الخلق كله، وأنه يحيي ويميت، وإليه مرجعهم، وأنه القادر على ذلك، العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر الأقطار والأرض والبحار والقفار، وهكذا قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أيا كانت الإشارة إليه
في مثقال الذرة أهو المراد الأعمال أو المراد أجزاء الأجسام؟ لو أنها مثقال حبة من خردل واختلطت بتراب الأرض أو كانت في جوف صخرة على كثرة الصخور أو كانت في طبقات الجو على اتساع أرجائه لا تفوت عن الله عز وجل. قال العليم بما تفرق من الأجسام وما تمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار. في قصة ذلك الرجل الذي عاش على المعاصي وعند موته جمع أولاده وقال: أي أب كنت لكم؟ أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإذا مت فأحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فمات ففعل أولاده ذلك، فأمر الله البحر فجمع في ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم أمره الله فعاد كما كان. فقال له: عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك يا رب، فغفر الله له. الشاهد أن الله أمر البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، وأعاده إنسانا سويا. نعم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فكل ما ذهب من أجزاء جسدك الله عز وجل يأمر الأرض أن تجمع ما فيها. ثم يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزله إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجرا عن الفواحش. نعم. الندى هنا للناس أجمعين، المسلمين والكافرين. النداء للناس أجمعين: يا أيها الناس، كل إنسان فالله عز وجل يدعوه. قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني القرآن. إذن القرآن موعظة لكل الناس، عربهم وعجمهم، الجميع. القرآن موعظة لهم جميعا، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، سواء كانوا حكاما أو محكومين، رجالا أو نساء، ملوكا أو مملوكين، أيا كانت طبقاتهم وأحوالهم، النداء لهم جميعا أنهم
قد جاءتهم موعظة من ربهم، فمن انتفع بها تعظ، ومن لم ينتفع بها لا يتعظ. والناس أمام القرآن الكريم كمثل الأرض المختلفة الأحوال، أرض تنبت وأرض ما تنبت، أرض تستفيد وأرض لا تستفيد. فهكذا الناس، منهم من يستفيد من القرآن ومنهم من لا يستفيد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض أصابها كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أجادب، فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي ضيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذا مثل من بعث ما بعثني الله به، فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالقرآن موعظة، والقلوب قد تنفتح وقد لا تنفتح، قد تستفيد وقد لا تستفيد. الهادي هو الله عز وجل، ويكرم الله عز وجل من شاء من عباده، وتنطمس بصائر ويضل أناس، بل يقول الله: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني بدلا من أن يكون سببا لهدايتهم يصبح القرآن سببا لإضلالهم وانحرافهم، والعياذ بالله. وإن شاء الله يكون الكلام في الدرس القادم.